itching and conditioning of cavity wall bonding. الخطوة الثانية الريستوريشن نفسه الكومبوزيت نفسه هذا. الخطوة الثالثة الأدوات مالته برش هذا فور ابليكيشن اوف بوندينج. اوكي مو القطرة تخلي بيها تسوي الابليكيشن. وجهاز اللايت كيور ما عندي يعني هسه بالامتحان اجيب لكم اياه. هون مبين جهازي طلعت كات. طبعا بالمناسبة انت اسوي لهم ادابتيشن هذا هيك ادابتيشن اي ظل دايس ادابتيشن بعدين قبل لا تشتغل توخر الاكسس حتى تخف عندك بال شو اسمه هذا الاكسس كله شيله. دكتور اذا سيت عادي نشيله من هاند بيس سنت اللي تسيته نشيله منه ما يحتاج سيت. شنو سيت يعني شنو يعني صار سيت. لا سيد انت الا تسوي لك لا ارتكيور الله يسيد ما يسيد من كيفك. بعدين الزم السيلولويد سيلولويد ستريب بعد شلون لزمته من الصفحتين. طبعا بالمناسبه لازم تخلون وجهنا اوكي بالمناسبه هنا لازم تخلون وجه بنطونه وجه شنو يخليه يخليه الوجه يعني فراغ دكتور هذا خلاص اوكي واسوي له شوف بعد شلون اني لامه اسوي له عشان من خلال هاي السيليلوي اي لا ترى ايش بيضوا هذا ها ايش بي هذا الضوء ياثر على بي فوتون يو في لايت ما سامع بي يو في لايت يو في لايت بي فوتونات يعني طاقه ضوئيه. هاي طاقه ضوئيه اذا ضلت بعلها تاثر على الشبكه مالتك سويت احمر. اوكي هسه ايش طلع عندنا هسه خليته باي لاير دكتور خلينا نشيل بالله الهاي شوفي شلون سهل هذا باقي الكونتاكت بينه وبين البصفه شوفي شلون جاي عدل والله افتح البنكه شو حاره بس اي لا لا هاي هاي الخيط الخيط اي لا اللخه 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 طافيه من ورا لا يمكن هاي طافيه الواير من ورا الواير مدري شجيه مدري تك النافذه يلا بلا طول خلينا نشوف اي عادي شني عندها سيتت 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 هاي بعد سيتت يلا عند دكتور اي هسه لو بنخلي كريم اخر يعني يلا اوفي اوفي هسه نرجع الطبقه الاولى شو صارت لا 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 انت 2 مليم انت عندك قد يكون الكافيتي ماتش 3 مليم او 2.5 اخلي 2 مليم يبقى النص اني اقدر اتحكم بيه. دكتور شوف انت هنا أنا ما داريت اللون فكان هذا يختلف عن هذا اللون المفروض نخلي له من الاول ابيض هو من الاول خليته لا هذا لون لا تاخذه هذا اوبيك هذا لون اوبيك هذا الشيد ينطوك اياه حيوي يعني ما ينطوك اياه مال مانيكان مال بيشنت يعني تشتغل عليه. إذا عندك هذا اللون على البيشنت تصير مثل عليك بحلقة مو حلو يطلع فهذا لازم يكون بي راديولوسنت يعني شفاف حتى يبين انه سن طبيعي. على العموم هاي بيها هواي امور. هسه خلصت ايش قد؟ صارت 20 ثانية حلو؟ هسه نخلي الكومبوزيت طبعا الشيد جايد انت لازم تعرف ايش قد لون السن او شنو لون السن وتختار عندك شيدات اي 1 ابيض ابيض طوخ ثلج لو شون ابيض ثلجي ابيض ثلجي يعني ابيض ثلجي مو ابيض ثلجي يعني ابيض ما عندنا شيد جايد ان شاء الله على هذا الجاي اجيب لكم شيد جايد مالتي الاي 2 اللي هو لون الطبيعي السن ابيض على شويه صفار الاي 3 لا اكثر صفار شوي اكثر صفارا اي 3.5 شنو اي 3.5 صفار على جراي على رصاصي اوكي B1 جوزي خوش جوزي يعني يصير بياض على جوزيات هيك باقي بس اكو بيشنتي هيك اسمه خذ بدل السن كله
شوفي هذا على جوزي صاير، وشوف الفرق بينه وبين هذا. طبعا هو لو اكو شيد جايد كان الثلج عليها يا حميد الزمه نسيناها للمقارنه. دكتور هاي علينا عليكم. شوف الفرق. دكتور ماكو فرق. لا شو ماكو فرق. هذا ابيض وهذا على طخ. شوفك هذاك ابيض من هنا صدق. خاف لين هاي بالبدايه. خصوص باللايت، خصوص بالضوء. الإضاءة تكون لازم تكون طبيعية يعني. ما أعرف بس هو هيك. دكتور إحنا نشتريه شنو؟ على الأول. زودك طيب. خلينا نحكي. أخذ كمية. إي هاي كمية صغيرة. شوف قبل لا تخلي الشنصر. هذا ال. ما يبين شيء. ما يبين شيء بس مبين اللمعة مال البوند. بين اللمعة مال البوند. بين البوند ايش قد تخليه؟ 20 ثانية. طبعا احنا راح نشتغل اكو عندنا طريقتين حتى نقلل الشرنكج. شنو هو الشرنكج؟ هذا من تخلي بلاستيك شوي ضوء عليه يصير شرنكج. حتى نقلل الشرنكج اكو عندنا طريقتين. والله هن 12 طريقة. بس انا حاشتغل لكم بس طريقتين. الطريقة الأولى لو انه تخلي لاير باي لاير. يعني كل لاير 2 مليم وتسوي له كيور وهكذا لحد ما ينترس الكافيتي. الكريم اخذناها هاي اي باي كريم اي زين. او الحل الثاني عندنا فد شيء اسمه شنو باللايت كيور. عندنا فد شيء اسمه فلوبل كومبوزيت. كومبوزيت نفس هذا مو عجينه يصير مثل السائل فلوبل فلو مثل الماء يصير بس هو كومبوزيت يعني ما بي فيلر. فنخلي اول طبقه هو كلش قليله نخليه ونسوي له كيور وبعدين نخلي فوقها هذا يقلل لنا الشرنكج لان الفلوبل بيخلي شولكي ابييرنس يعني مثل الطباشير شكله من تخلي هواء بس مو هواء ومي بس هواء على السن شوفه صار مثل شولكي. المهم هاي ماي اسس اصلي مضمض المراجع. المهم فهذا ايش راح نسوي هسه؟ راح نخلي بوند. ايش قد البوند نخلي تويزر؟ دكتوره صفا تويزر اكو؟ شو صاير؟ عوف التويزر. لا ما يحتاج. هاي عندنا هذا احنا نسميه بوند ابليكيتر. نفتحها نزلنا واحدة نزلت كلها ورا شو نسوي؟ ما عندي هذا لازم اكو فد شي هنا اكو فد حاوية هاي موجودة هنا الدكتورة مخليها بوند يعني؟ راح نخلي اي قطره بالبوند. طبعا عندك حاويه جار صغير المفروض به هيك مثل تخصر تخلي به قطره من البوند. سوك وبعدين تمشي خلي بالكافيتي. بالكافيتي بالضبط. طبعا سكت يعني دائما ترجع مرتين ثلاثة على الكافيتي بهاي حتى تفوت بالأخاديد الاتشينج مالتي. اوكي بعدين ترجع الهواء تبتعد مسافة تقريبا شقد تقريبا يعني 4-5 سنتيمات تبتعد شوية زين او اقل من عدها. لا هو كلش خفيف باوع هو كلش خفيف وداير حبل يعني تسوي السن كله داير حبل. اول شيء حتى تنشفه وهو هذا عباره عن انه بوند بسولفنت. سولفنت اللي هو المذيب مالته. المذيب مالته قد يكون كحول او قد يكون غير شيء اخر تستخدميه يكون فد شيء خفيف. هذا تذوب السولفنت مالته حتى يبقى شنو البوند موجود. اذا بغطت هيك قوي على السن راح يشيله هو والبوند. يعني راح تخلي كومبوزيت بدون بوند. فهمتني شلون؟
فعلى كيفنا داير حبل سوي له من جميع الاتجاهات حتى اول شيء ينتشر يفوت بالاخاديد، فضلا عن ذلك انه ينشف السولفنت مالته. بعدين نسوي له كيور من جهاز يعني نسوي له كيورينج. ايش قد البوند كيورينج نسوي له؟ طبعا تعتمد على الشركه هي، بس هو كشيء عام تقريبا 20 ثانيه. اوكي هسه احنا حرتب الجهاز، هسه هاي موجوده 20 تشوفوها؟ هاي اثنين يعني 20؟ هاي 20 هيك 20 اقل 20. هسه ندوس السن الاسيد اتش، نفتح تعويض. ليش نسوي اسيد اتش؟ نسوي اسيد اتش حتى نخرمش السيرفس، حتى اتشينج. اي اسيد اتش حتى شنو؟ نخرمش السيرفس مالت السن حتى من نخلي الكومبوزيت يفوت، فيصير عندنا شنو؟ عندنا كيميكال ريتينشن وعندنا ميكانيكال ريتينشن. شو نسوي؟ بعدني ما مبلش. ما يخالف هذا جدا معلومات. اوكي. عيني طلاب، انا ليش دا اسوي اسيد اتش بالبدايه الكومبوزيت؟ طبعا هذا اكو انواع من الاتش اسمه يعني 7 جنريشن او 8 جنريشن نازله. هذا احنا عندنا الجنريشن يسموه توتال اتش. شنو يعني توتال اتش؟ يعني الانامل والدنتين سوى توتال. اوكي فضلا عن ذلك انه 37% فوسفوريك اسيد، 37% فوسفوريك اسيد. فهذا احنا نخليه على الكافيتي. ليش نسوي اسيد اتش قبل الكومبوزيت؟ ليش ما نسوي ويا الامالجام؟ الكومبوزيت يحتاج انه فد شغلات اثنين حتى يبقى مشلب بالكافيتي. ليه شنو؟ كيميكال ريتينشن وميكانيكال ريتينشن. انا عندي كيميكال ريتينشن بالبوند حصله، الميكانيكال ريتينشن راح اخرمش السيرفس حتى تفوت على الشقبيل. تعشق بالضبط. اوكي زين ايش قد الوقت اللي اخلي بيه اسيد اتش؟ هنا راح اخلي هذا طبعا بالبدايه حتى لا يصير اسيد اتش على السن اللي بصفه. اجيب السيليلويد ستريب. سيليلويد ستريب قصة على قد يعني ما توث واحد، واخلي بين الكناين ولا ترى احنا اللي راح نشتغله هو كلاس 3. هسه نزل بين الكناين وحخلي اسيد اتش وين؟ الكافيتي. انا هواي هاي بس يلا هاي كانت مسدوده دفعناها قبل. ننتظر ايش قد دكتور قلنا؟ ننتظر ايش قد ننتظر الاسيد اتش؟ 10 دقائق؟ لا ثواني ثواني ثواني. كم ثانية ننتظره؟ 10 إلى 30 15. من 15 إلى 30 ثانية. 15 وراها لازم نسوي له هواء؟ هواء. ليش 15 إلى 30 ثانية؟ هم يسوي تيتش لا بس اكو هواء شيء شو تاكل يكمل على الجهة الثانية يعني قصدي؟ لا هسه صار تقريبا 30 ثانية. اجيب هيك دايركت على الفليش اقربه؟ اي هاي نغسله صار عندنا اتشنج. طبعا شلون تعرف ان صار اتش؟ صار شو اسمه؟ على السن، لانه انت الفاصل بيناتكم سيليلويد. السيليلويد هو شقد تقريبا ثيكنس مالته؟ نصف مليم. نصف مليم او جزء اقل حسب انت النوعيه مال السيليلويد. فانت المفروض تكون بعيده عن الكافيتي مالتك 1 مليم بس بالزايد هاي حتى شوي ياخذ شبع بالش اسمه. فبهيج حاله وخرنا لهذا. شوفوا صار عندنا زيادات من الصفاح. تشوفون اكو من الصفحه من ناس زياده والله هذه هانيس هيجي فرشي مخرمش منه ومنه. هذا شلون نعدله؟ نعدله بالسترب. ليش هيجي مشمرة؟ عملت الكاغذ جام؟ عفي عليك الكاغذ جام. طبعا عندك انت هنا نوعين من الكاغذ جام، عندك واحد الناعم والخشن.
البداية تسوي بالخشن حتى توخر، بعدين بالناعم حتى تنعمه. هل يحتاج لقوة زيادة؟ على يعني بإيدك تقدر في شيء نفسه ما شوف، لان انت ما تركز ويانا فما تسيطر على الماده. لا مو دكتور، لا باور باللور. شوف هنا شو يقول لك، فاين هنا ميديوم واكو شنو هارد، هذا عندك الميديوم وعندك الفاين. اوكي دكتور، بعد هسه ايش راح نسوي انا الكيس؟ شوف ايش راح نسوي. طبعا شفنا احنا الزيادات الفوق، من تخليها بحلق المراجع راح تخليها من هالمنطقة اللي ما بيها. شوف ايش تنزل بالنص مثل السليلات ستراب تنزل، واجيبها من الجهة اللي اريدها. هذا اللي ما فاهم اول شيء، بعدين اول شيء الجروس اللي هو هاي هاي اللي هي نسوي له هيج باوع تطويل قوية هم قوية ماكو هاي النعمة باوع. شوف دكتور وش لازم ننظف؟ زين دكتور احنا من خلينا السيلويد صورت ليش ما الكونتاكت راحت؟ مو على الكونتاكت، لا مو على الكونتاكت. هاي ما تستخدم بالكونتاكت، هاي تستخدم من فوق الكونتاكت ومن جوا الكونتاكت. فهمتني شلون؟ اعطيني قلم. الكونتاكت احنا اصلا مخرين من الكابيتيو. لا الكونتاكت اريا ما ينطخ. باشر هذا عندك انت سن، وهذا الكونتاكت هنا، هذا الكناين، وهذا شنو هاد فوق السيت لو شنو؟ لا دعفتها مفتوحة، لا تنشف تصير قوية. بس عدلها خلاص، يعني ما عندي مشكلة. هاي هي أدرسها، لأنه هو صار إحنا عندنا 2 مليم، بعد بقى في شيء بسيط. حسنا بشيل الزيادة هسه تشوفون. اوكي نفس الشيء، ارجع نفس اللزمه، يفضل انه هاي ادابتيشن قوي عليها، ونسوي كيورينج. طبعا انت ما كونتاكت، يعني تسوي كونتاكت قوي على شو اسمه على السن، لانه انت الفاصل بيناتكم
سيليلويد. السيليلويد هو ايش قد تقريبا ثكنس مالته؟ نصف ملي. نصف ملي. زين هسه نرجع على الاخف شويه. دور هاي الاسطوانيه هاي شلون يشتغل؟ هسه مو هذا اشتغل الدكتور. بالبدايه ذيك كانت تاخذ، هسه هدا تلمع، اذا تلاحظون تلميعه تكون تلمع لمعه مالتها، تكون اللمعه مالتها قامت تلمع. طبعا هذا الستون شوفوه لزمو خشن، واكو عندك سيليكون اللي هو هذا السيليكون. شوف هذا السيليكون عندك سيليكون الوردي هذا، اي هذا السيليكون راح نلمع به. الستون دائما هيك لونه دي خشن يصير الستون. فهسه هذا ولا هو المفروض هذا هذا السيليكون. اي هذا السيليكون حنستخدمه. اي شوفي تحسي ربر مثل الربر. شوفي مثل الربر. دكتور هذا طاف شنو هذا الستون؟ شلون تميزوا الستون؟ شوف بلمعه، هذا ستون بلمعه، ذاك الربر ما بي. شوفوا يصير يصير مثل هذا الربر بالاخر. شيء احنا شيء يقول تضرب ربر يعني التلميع الاخيره. طبعا هو المفروض لانه على ماني كان ده نشتغل فماكو مي، بس على البيشنت ماوث لازم مي لانه هذا يولد حراره الربر عشان احتكاك ويخلع لنا لو الحشوه لو يؤذي لنا البلب مال المراجع. بلب يعني العصب. هاي من سوى ديمونستريشن هنا؟ مانس اكيد مالتكم انتم الدكاتره. لا انا ما سويت هذا. بعرف هذا انا ما سويته. هسه انا اول واحد اول ديمونستريشن اشتغلته هذا. مناسب هذا شوف هذا شوفوا. هو هذا طبعا سطح خشن طرح ناعمه. اول شيء استخدم البير مالتي الخشن صار لونه ابيض. هذه البيره خاصات؟ اي مال كومبوزيت. والله هذا الناعم. لا لا هذا الخشب. يلا هذا الناعم نفس الشيء اشتغل. لا ما ياخذ مثل بس من الحشوه. لا هذا ياخذ من هذا السن. لا بالحقيقه ما ياخذ. بس خطواتها طويلة. أما القم تلبخ عادي أنت عندك ما عندك مشكلة.